السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب بسام تركستاني، الصف الثالث ثانوي مدارس دار الذكر الأهلية. مشروعي يتكلم على كينيتيك ستدي اوف نيتريك اوكسايد اند هيدروكاربون فيول انجنز. المشكلة من المشروع اللي هو جلوبال كلايمت تشينج، مرة هو افكتيف في العالم دحين حاليا من آخر كم سنة، ونتريك الأكسجين يعتبر من أهم الغازات، تعتبر 300 ضعف more harmful than CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون، وجزء قليل منه ممكن يأثر في الطبيعة، ممكن يأثر في طبقة الأوزون بشكل مرة كبير. فنحن بنحاول نقلله من خلال نحن نستخدم محركات اللي هي الهيدروكربونية اللي هي مستخدمة أصلا في السيارات، بس نحن بندرس قد إيش بتكون الإفكتيفنس حقتها، وقد إيش نحن مدينا نسوي أوبتمايزيشن، قد إيش نحن مدينا نطور المحركات من الإفكتيفنس حقها بحيث إنه المحركات تطور وتصير أقوى، بس في نفس الوقت كمان نقلل الإيميشنز في الأتموسفير اللي هي بتأثر في الأوزون وغيرها. الفكرة جاتني من وأنا صغير، دائما كنت أسمع عن CO2 إنه قديش هو مؤثر يعني في الطبيعة وفي طبقة الأوزون وفي الكلايمت تشينج. وبعد فترة اكتشفت إنه لا، يعني في غازات مضرة أكثر للطبيعة، ودحين حبة قاعد تزداد، وحتى متوقعين في عام 2040 ممكن التأثيرات حقت النوكس إميشنز ممكن توصل ل 180,000 deaths كل سنة في عام 2040. فهذا الشيء دحين أخطر وزي الترند السيء دحين طالع يعني. فجاتني الفكرة يعني ذاك الوقت إنه ليش ما نحن دحين نسوي دراسة على ذا الموضوع، عشان بدل ما يخرب الأوزون من دحين، لا نحن يعني نحاول نطوره من دحين، نحاول يعني نحل المشكلة من الآن. واشتغلت على البحث مع الدكتور ماني سرثي أو البروفيسور ماني سرثي في جامعة كاوس، جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.